السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة ديت أنا هكمل إجابة الأسئلة الخاصة بجزء الشابتر رقم 2 في كتاب بليبين كوت، اللي هو الريفرنس بتاعنا اللي شغالين عليه concerning pharma 1. السؤال الأولاني هو خاص بالجابا ريسبتور، وبيقول إيه الإيفكت بتاع certain agonist على الجابا ريسبتور. اول ما تفتكر على طول ان انت تعمل ستيميوليشن للجابا ريسبتور، تفتكر على طول اللي هي ان الجابا ريسبتور دي لينكد تو ايونات شانل. which type of ionic channel؟ chloride channel. اول ما بيحصل activation او binding للاجونست مع الجابا ريسبتور، بيحصل opening للكلورايد channel، influx او entrance للكلورايد ion جوه الخلية، يحصل هايبر بولاريزيشن. فالإجابة بتاعتي إن الـ activation of this receptor subtype هيعمل opening ion channel that allow الكلورايد إنه يخش جوه الخلية. أمال مين اللي بيخلي الخلية يخش فيها صوديوم؟ النيكوتينيك ريسبتور اللي موجود في النيورو ماسكلر جانكشن. ومين الأجونست بتاع النيكوتينيك ريسبتور؟ الأستايل كولين. السؤال التاني هو خاص بالبوتنسي، بالفاعلية بتاعت الدواء. بص يا ولاد، الموضوع كله بيتلخص ان انت عندك two different drugs بيشتغلوا بـ the same mechanism of action، بنفس التأثير او بنفس آلية العمل على نفس الديزيز. الاتنين دول واحد منهم بدوز صغيرة، بجرعة صغيرة، وواحد منهم بدوز كبيرة. مين تفتكر اللي اكثر فاعلية، اللي بالدوز الكبيرة ولا الدوز الصغيرة؟ اللي بالدوز الصغيرة. تخيل انت دواء ليه شبيه تاني بيتاخد بدوز قليلة عمل نفس تأثير الدواء بالدوز الكبير، يبقى الدواء ابو دوز صغيرة ده هو اللي more potent، هو اللي ايه more potent. فهنا بقى نشوف السؤال، if 1 ميلي جرام من اللورازيبام produces the same anxiolytic response as 10 ميلي جرام من الدازيبام. طب نفسر الموضوع ده. اللورازيبام والدازيبام two different drugs، دوايين مختلفين. الاثنين بيشتغلوا بنفس آلية العمل، الاثنين anxiolytic يعني anti anxiety، يعني بيقللوا القلق. طيب واحد منهم في دوز 1 ميلي جرام ادى نفس التأثير بتاع الدواء اللي بدوز 10 ميلي جرام، يبقى تفتكروا مين اللي مور بوتنت؟ اكيد اللي جرعته قليله هو اللي مور بوتنت، الاكثر فعاليه. يبقى في الحاله دي اللورازيبام اللي جرعته صغيره هو مور بوتنت ذان مين؟ الدايازيبام. ودي الاجابه. طيب نفرض بقى ان في دواء بتركيز 10 ميلي جرام بيدي نفس تأثير دواء تاني، وكمان ايه ان التأثير دوت بيكون greater than الدواء التاني حتى لو انا زودت الدوز بتاعت الدواء التاني، يبقى في الحالة دي ان الدواء ده ايه more effective او efficacious، يعني ايه الـ بيبقى more، يعني الاكتيفيتي بتاعته عالية. تمام خلاص. يبقى if 10 ميلي جرام من الأكسيكودين producing a greater analgesic response than does aspirin at any dose، يعني 10 ميلي جرام من الأكسيكودين هتدي نفس تأثير الأسبرين حتى لو اديته في أي جرعة، يبقى مين اللي more efficacious؟ يبقى الأكسيكودين أكتر فعالية من مين؟ من الأسبرين. طيب في بقى السؤال دوت اللي هو ايه الاجونست موجود مع الانتاجونست، ولما الاجونست تركيزه بيزيد بيلغي تأثير الانتاجونست، يبقى في الحالة دي الدرج الانتاجونست ايه؟ تقول عليه على طول كومبتيتيف انتاجونست. يبقى انت لو عندك اي اجونست واي انتاجونست والجرعة بتاعت الاجونست هي اللي زادت وحصل ان تأثير الانتاجونست راح، بالتالي هذا الانتاجونست بيتميز بايه؟ انه كومبتيتيف. وانا قلت ان الكومبتيتيف انتاجونست دوز ديبندنت، يعني تركيزه زاد يبقى الايفكت بتاع الاجونست مش هيظهر.
تركيزه قل وبقى الأجونست هو اللي تركيزه كبير، يبقى الإيفكت بتاع الأنتاجونست إيه؟ مش هيظهر. فنشوف السؤال ده. In presence of propranolol. البروبرانولول ده إيه؟ بيتا بلوكر، أنتاجونست. A higher concentration of epinephrine. جرعة عالية من الإبينفرين، والإبينفرين ده إيه؟ الأجونست. Is required to elect for antihistaminic activity. البروبرانولول هنا has no effect على الأزمة سيمتوم، ملهوش تأثير على الأزمة سيمتوم. ليه؟ لأن البروبرانولول هنا competitive antagonist، زاد الأجونست زاد الإبينفرين، اشتغل على البيتا ريسبتور اللي في الموجودة في البرونكاي، لغى تأثير البروبرانولول، حصل عندي الإيفكت اللي أنا عايزاه اللي هو البرونكو دايليتيشن. يبقى يجي الدكتور كده يحط لك أي أنتاجونست مع أجونست، والأجونست كان بكمية كبيرة، راح لغى تأثير الأنتاجونست، يبقى بالتالي الأنتاجونست كان في الحالة دي إيه؟ كومبيتيتيف. طب لو العكس بقى، الانتاجونست مهما حطيت معاه اجونست بجرعات كبيره ما بيروحش تاثيره، تاثير الانتاجونست بيستمر. يبقى ده ايه؟ نون كومبيتيتيف. وزي ما قلت النون كومبيتيتيف انتاجونست ما بيتاثرش بالكونسنتريشن بتاع الاجونست، هيقفل، يعني هيقفل مهما كان تركيز الاجونست ايه. وده سؤال رقم 5. نبص كده. In presence of picrotoxin، ده allosteric antagonist، ماشي، وبي reverse الإيفكت بتاع مين؟ الدراجز اللي بتشتغل على الجابا ريسبتر. طيب in presence of picrotoxin بيقول لك الدايازيبام is less efficacious in causing sedation، في ان هو يسبب sedation، انه يسبب نوم ونعاس، regardless of the dose of picrotoxin، بغض النظر عن البيكروتوكسين. تمام، في الحالة ديت يبقى البيكروتوكسين هنا ايه؟ non competitive antagonist. خلاص. طيب السؤال اللي بعده بيتكلم على مين؟ اللي انا عايزك تعرفه على السبير ريسبتور. السبير ريسبتور معناها ان الاجونست، خلي بالك الاجونست هيشتغل على جزء صغير من الريسبتور وهيحصل ماكسيمال ريسبونس. ركز، مفروض ان انا الماكسيمال ريسبونس بيحصل امتى؟ الدواء بيدي ماكسيمال ريسبونس امتى؟ لما يعمل ساتوريشن لكل الريسبتور، لما يعمل اوكيوبيشن لكل الريسبتور، لما يحتل كل الريسبتور. يعني مثلا انا عندي اجونست وفي عندي 10 ريسبتور، عشان الاجونست ده يعمل الماكسيمم ريسبونس لازم يشتغل على ال10 ريسبتور ويعمل لهم اوكيوبيشن، يحتلهم. اما السبير ريسبتور بقى لا، السبير ريسبتور الاجونست بيشتغل على جزء صغير من الريسبتور وبروديوسنج الايه؟ الماكسيمم ريسبونس. خلاص، يبقى الطبيعي اجونست تشتغل على كل الريسبتور يعمل ماكسيمم ريسبونس. في حاله السبير ريسبتور الاجونست بيشتغل على جزء بسيط من الريسبتور ويعمل ماكسيمم ريسبونس. فنشوف الاجابه. A maximum effect of epinephrine seen when only a portion of beta adrenergic receptor is occupied. يعني جزء بسيط من البيتا ريسبتور هيحصل لها occupation، هتحتل بواسطة الإبينفرين وهتدي maximum effect، تأثير كأن كل الريسبتور تم احتلالها. يبقى هي دي السبير ريسبتور. تمام كده؟ السبير ريسبتور هنا المثالين اللي موجودين في الريفرنس على الانسولين وعلى الابينفرين. تاني يا ولاد، السبير ريسبتور مختلفة عن جميع انواع الريسبتور. الاجونست بيشتغل على السبير ريسبتور بس مش كلها، وبيدي ماكسيمال ريسبونس او ماكسيمال ايفكت.
خلاص. طيب نشوف السؤال نمرة 8. Which of the following upregulates the postsynaptic alpha 1 adrenergic receptor؟ تسمع كلمة upregulates يبقى تفكر على طول في antagonist أو blocker، هو اللي بيسبب زيادة في الايه؟ النمبر اوف ريسبتور. طيب هو هنا محدد الدكتور وقال لك للالفا 1 ريسبتور، يعني معنى كده ان حصل زياده في النمبر بتاعه الالفا 1 ريسبتور نتيجه ان انت خدت مين؟ بلوكر. لمين؟ للالفا 1 ريسبتور. مين الدراجز اللي بتشتغل بلوكر هنا في الاجابات؟ البرازوسين. البرازوسين ده الفا 1 بلوكر او الفا 1 انتاجونست، نتيجه الاستخدام بتاعه لفتره كبيره بيحصل عندي زياده في النمبر اوف ريسبتور، وزياده النمبر اوف ريسبتور بقول عليها ايه؟ اب ريجوليشن اوف ذا ريسبتور. طب اديكم حاجه تانية تفكركم بشيء، لما باخد بقى الانتاجونست البلوكر زي مثلا البروبرانولول اللي هو بيتا 1 بلوكر، برضو نفس الشيء بيحصل عندي زيادة في النمبر اوف ريسبتور. نيجي بقى العكس، لو انا اديت اجونست، لو اديت حاجة تعمل استيميوليشن للريسبتورز، الريسبتورز هيحصل لها ايه؟ حاجتين ناخد بالنا منهم قوي. اول حاجة دي سنسيتايزيشن، وكلمة دي سنسيتايزيشن تعني تاكي فلاكسز، وبيحصل حاجة تانية انه بيحصل ايه؟ داون ريجوليشن للريسبتورز، النمبر اوف ريسبتور بتقل. يبقى لما باخد بلوكر بيحصل اب ريجوليشن للريسبتورز، لما باخد اجونست بيحصل حاجتين، دي سنسيتايزيشن يعني الريسبتورز نوت ريسبونسيف، لا تستجيب للعلاج، وهذه الحالة بنسميها ايه؟ تاكي فلاكسز. وايه كمان بيحصل لما بدي اجونست؟ بيحصل الحاجه الثانيه ان بيحصل داون ريجوليشن اوف ذا ريسبتور، ان النمبر اوف ريسبتورز بتقل. طيب هنا في سؤال على الثيرابيوتيك اندكس، والثيرابيوتيك اندكس ده انا عايزاك تعرفه ان هو بيحدد لي بيميجر ايه؟ السيفتي بتاعت الدراج، هل الدراج ده آمن ولا لأ؟ برضو ما فهمتش يعني. بصوا يا أولاد، أنا عندي دراجز عندها High Therapeutic Index وعندي دراجز تانية عندها Low Therapeutic Index. الـ High Therapeutic Index ساعات بيسموهم Large Therapeutic Index و Small Therapeutic Index، أو بنسميها large safety margin. يعني ايه؟ يعني هي التوكسيك دوز بعيده قوي عن الايفكتيف دوز. اما الناس اللي هم الدراجز عفوا اللي ليها narrow therapeutic index او small therapeutic index بيكون عندها low safety margin، يعني الجرعه الايفكتيف اللي بتعمل تأثير وبتعالج المرض قريبة جدا من التوكسيك دوز. واديتكم مثال عليها في البنسلين والوارفرين. الوارفرين ده دواء بيعمل انتي كواجولنت، يعني بيقلل عملية الكواجوليشن وبيمنع تجلط الدم. الجرعة الإفكتيف قريبة جدا من الجرعة التوكسيك، يعني هو بيكتب لك مرة واحدة في اليوم تاخد الوارفرين، لو خدت اتنين يبقى انت كده تعرضت ان انت يحصل لك ايه؟ توكسيستي. الوارفرين بقول عليه ايه؟ دي مسميات، ممكن اقول عليه دراج عنده low therapeutic index او small therapeutic index او low safety margin. يجي الدكتور يسألك كده الثيرابيوتيك اندكس بيدي indication عن ايه؟ السيفتي بتاعت الدراج. خلاص. طيب المثال التاني بقى على الدراج اللي عنده هاي ثيرابيوتيك اندكس، البنسلين. الجرعه الفعاله
بعيده جدا عن الجرعه اللي بتسبب توكسيستي. وبالتالي انا ممكن لو انا مثلا اتلخبطت وخدت جرعتين زياده من البنسلين، تمام، مش هيحصل لي حاجه خالص، انا في الامان، تمام. طيب السؤال هنا بقى، الثيرابيوتيك اندكس دوت بي ايكوال ايه؟ هو قال لك هو عباره عن، لما اجي بقى اعمل كالكوليشن واحسب ثيرابيوتيك اندكس، هو التوكسيك دوز 50 على الايفكتيف دوز 50. تحفظها، ثيرابيوتيك اندكس التي اي ايكوال التي دي 50 على الاي دي 50. ايه دول؟ التوكسيك دي 50 هي الجرعه من الدواء اللي ممكن تسبب توكسيستي عند 50% من البوبوليشنز. يعني لو أنا جربت الدواء على 10 أفراد، ظهرت عندي الأعراض الجانبية على 5، تمام؟ يبقى أشوف الجرعة اللي سببت، الجرعة اللي سببت إن 5 أفراد من 10 تظهر عليهم أعراض السمية، هي دي التوكسيك دوز 50. أما الإفكتيف دوز 50 هي كمية الدواء، كمية الدواء اللي أنا باخدها علشان تعالج 50% من الأفراد، تمام؟ طيب نشوف السؤال بقى، في دواء اسمه ميثايل فينيديت، ده بيستخدم عند المرضى عشان يعالج الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، خلاص، وعلشان الولاد يعني يقدروا ان هم يبقى ليهم بيتر بيرفورمانس في السكول، ويقدروا ان هم يتابعوا الدروس بتاعتهم ويعملوا قراءة كويسة، تمام. قالك ان الايفكتيف دوز 50 كانت 10 ميلي جرام، والتوكسيك دوز 50 كانت 30 ميلي جرام. احسب لي كده الثيرابيوتيك اندكس، حاضر هحسب لك الثيرابيوتيك اندكس، ال تي اي ايكوال التي دي 50 على الاي دي 50، يعني 30 على 10 تطلع كام؟ الثيرابيوتيك اندكس 3. خلاص كده اتفقنا، يبقى دي الإجابة. يجي بقى لسؤال نمرة 10 اللي أنا حكيته من شوية، which is correct concerning the safety of using warfarin. الوارفارين ده قلت يا ولاد ده عبارة عن ايه؟ anticoagulant drug، عنده small therapeutic index، وبقول عليه low safety margin، low safety margin. طيب يا ولاد نخلي بالنا من الجزء دوت، انا بتكلم على مين؟ على الوارفارين وعلى البنسلين. الدكتور او الريفرنس هنا مديك شوية معلومات، بيقولك which is correct concerning the safety of using warfarin. الوارفارين عنده small therapeutic index versus البنسلين عنده large therapeutic index، يبقى مين أكتر سيف؟ السيف طبعا اللي عنده large therapeutic index. large therapeutic index يعني مين؟ يعني البنسلين، يعني البنسلين هو اللي more safe عن مين؟ عن الوارفارين. طب نشوف الأسئلة كده، هل الوارفارين is safer because it has low therapeutic index؟ لا، ده كل drug ليه low therapeutic index بيبقى إيه؟ التوكسيستي بتاعته عالية. الوارفارين treatment has high chance of resulting dangerous adverse effect if the bioavailability بتاعته is altered. أيوة طبعا صح، طبعا فرصة حدوث التوكسيستي منه عالية جدا لأنه عنده small therapeutic index. خلاص طيب، بعد كده بيقول ان البنسلين تريتمنت هاي تشانس تو كوز دينجرس سايد ايفكت، لا ده البنسلين عنده ايه؟ هاي سيفتي مارجن، لارج ثيرابيوتيك اندكس، يبقى بالتالي الاجابه ايه؟ هتكون بي. خلاص كده تمام. انا عايزاكم كمان تذاكروا ايه؟ تذاكروا كل الجرافز واللي موجوده في الشابتر دوت، الشابتر بتاع الفارماكوكاينتكس والفارماكو داينامكس، لازم تدرسوا كل الجرافز اللي فيها. ليه؟
لان في اسئله كتير جت على شكل الجرافز والبوتنسي بتاعتها والافيكاسي بتاعتها. يعني لو جينا دلوقتي بصينا مع بعض على حاجه، انا هبعت لكم الفايل دوت، بس انا عايزاكم تبصوا معايا على مجموعه من الاسئله وتقولوا لي وتحلوها انتوا، تمام؟ وتخلي بالكم منها قوي لان هي مهمه جدا. انا هعمل لكم الفايل ده لوحده اللي فيه الاجابات ديت لوحدها، ماشي؟ وهبعته لكم، بس لازم تسمعوا المحاضره ديت وتعرفوا ازاي الحلول بتاعت الاسئله في شابتر 2. كمان عايزه اقول الدراجز اللي بتعالج الجلوكوما مهم جدا ان انتوا تعرفوها، والميكانيزمات اوف اكشن بتاعها، وانا هشرحها دلوقتي في الكامينج فيديو.